اليوم ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه خي شو هي السياسه الخارجيه تبع هذه الحكومه. الحقيقه انه هي ما عندها سياسه خارجيه، بس في قوه قادره تعطل اي مبادره. يعني بتصير العمليه انه ما يكون في سياسه، واي حدا بده ياخذ مبادره اذا انا ما عجبني بقدر من خلال السلسله المعطل، من خلال الميثاقيه، من خلال هذه الادوات التعطيليه انه انا شل الحكومه واعطل العمل كله السياسي. واليوم هذا الشيء اللي عم بيصير. الحقيقه اليوم اذا بدنا نحكي بشكل كتير واضح، حزب الله هو الحاكم الأقوى بالبلد، وهو الرافع الأساسي لهذه المنظومة، وهو اللي بيقرر إذا بدك شو بيصير وشو ما بيصير على المستوى. بس بيقول لك لما حدا بيقول هيك بيعطوا إنه كذا شيء، بيقول لك إذا حزب الله حاكم اليوم، طلع مثلا الأمين العام للحزب سيد حسن نصر الله حكي بمسألة القاضي طارق بيطار أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، ما قدر يقيله يعني اليوم، بيعطوه كشيء كمثل إنه اليوم إذا هو حاكم ما بيقدر يقيل قاضي يعني. هلا في ادوات يعني حد ادنى من الادوات الدستوريه اللي يعني دستوريه ما حدا قادر يشيل القاضي بيطار، هيدي عنده مشكله فيها، وهن عم يضغطوا بكل قوتهم حتى ينعمل هذا الموضوع، وصلت لموضوع التهديد الشخصي. بس على المستوى يعني برا التفاصيل الاساس، برا هذه التفاصيل، القرار السياسي الكبير هو عند حزب الله، وتحديدا على موضوع السياسه الخارجيه والسياسه الدفاعيه وسياسه الامن. فعم نعطي هذا كمثل لنشوف كيف بتصير يعني إدارة. استطرد لأقول إنه راح يمنع هو اليوم استقالة الوزير جورج أرداحي برأيك؟ هلا هو الواضح إنه أو راح يضغط لما تصير يعني لما يقدم ورقة بالمجان إلى المملكة العربية السعودية. على الأرجح على الأرجح هيك يعني هي أصبحت رسالة من لهذه الحكومة من الدول العربية بمقابلة حزب الله، تلقف هذه الرسالة وعطى يعني عطى رده بعدم قبول استقالة أو عدم إتاحة استقالة الوزير أرداحي. وهون علقت عند الحكومة اللي هي مفروض تكون عم تاخذ قرار، أصبحت صندوق بريد. أفضل كان يحكم حدا بالمباشر، يعني أنت مع نظرية أنه خلي حدا يحكم يعني اليوم البلد مشكلته خلي حدا يحكم بالمباشر صح. يعني مشان عدم تمييع المسؤولية. تماما يا أخي، إذا هن بيعتبروا أنه عندهم الأغلبية النيابية وخلي الآليات الدستورية تتفعل، فليحكموا هن وليتحملوا مسؤولياتهم أمام اللبنانيين. اليوم حزب الله تحديدا هو يعني هو يدير هذه المنظومه، عنده الاكثريه ومع التيار، لانه عملوا تجربه مع الوزير مع الرئيس حسان دياب ما نجحت يعني. ما هو ما بده يحكم حزب الله، حتى موضوع حسان دياب كان عنوان حكومه اختصاصيين. أوكي. ولو انه ليش ما بده يحكم بالمباشر؟ لانه ساعتها بيتحمل مسؤوليه، بيفرج قصوره على مستوى الملفات الاساسيه بالبلد، يعني انه اذا بده يجوب اليوم يامن موضوع اذا بنحل موضوع صرف سعر صرف الليره، اذا بدنا نحل الموضوع المالي الديون اللي على الدوله، اذا بدنا نحط مثلا مثل موضوع سياسه النقل، عم يحكي الوزير مع البنك الدولي. طب هذا البنك الدولي ما بده حدا يجي يحكي معه ويقدم له ملفات، يقدم له مقترحات ويكون عنده الرافعه السياسيه العالميه حتى يقدر يمشي هذا الموضوع. ما هذا كله اذا بدك تتطلب أدوات عمل معينة حزب الله ما عنده إياها اليوم، وخصوصا أنه هو متهم بالإرهاب وهو متهم ومحاصر و فإذا هو ما بده يحكم يكون بالواجهة، ولا حيكون في تبعات كتير كبيرة على لبنان، وبالتالي حتأثر على رصيده السياسي. فهو يعني بحط واجهة، حكومة واجهة من خلال ضغط سياسي كتير كبير على القوى السياسية اللي هي بدها تتحاصص. يعني هن بدهم ملفات، بدهم حصص بالعقود بالتوظيفات إلى ما هنالك. هذه هي الطريقة التي يشتري فيها هذه القوى السياسية، وبعدين بيقعدوا بحكومة يعني غير متجانسة وما عندها رؤية، وبتضيع المسؤوليات وبيضيعوا المسؤولية وبنضلنا على حالنا. وهذا هو سبب التردي اليوم. لو كان في فريق سياسي عم يحكم مثل الأول، كانت من الواضح أنه الناس مين بده تحمله مسؤولية، مين اللي أثر بموضوع مصرف لبنان، مين اللي أثر بموضوع مالية الدولة، مين اللي أثر بموضوع المصارف، مين اللي أثر بكل الملفات. بس اليوم مين يعني قول، إذا بيقولك هذا ما خلوني، إذا بتتهم هذا بيجي بحدا بيقولك هني عطلوني، إذا وبتضيع الطاسة. وأضف إلى ذلك والأهم من هذا هو تقويض القضاء. يعني إذا أنت عندك أي مشكلة بدك تروح تتشكى، بتروح على قضاء، ما في قضاء مستقل،